السلام عليكم. عندنا درس النهاردة لي بريبوزيسيون دو ليو، حروف جر المكان. هنقراهم مع بعض الأول. سور بمعنى على أو فوق، سو تحت، ديفون أمام، دوريير خلف، دون في أو داخل، أنتر بمعنى بين، أغوش دو على شمال، أدروات دو على يمين، لوان دو بعيد عن، بري دو قريب من، أكوتي دو بجانب. هنقرأ الإكزامبل بتاعنا. Les piétons marchent sur le trottoir. المشاة يمشون على الرصيف أو فوق الرصيف. La voiture est devant ma maison. السيارة تكون أمام منزلي. طيب ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا يا جماعه؟ عايزين نقول ان احنا عندنا حاجه اسمها ادوات الدمج والادغام ليزارتيكل كونتراكتي. بمعنى اصح يا جماعه، انا هنا بقول كلمه اكوتي دو لحد حرف الدو هنا بمعنى بجانب. طب انا لو بقول جمله، بقول مثلا المدرسه تكون بجانب ال منزل، يعني بعد كلمة بجانب في ألف ولام، إيه اللي يحصل لما الدو يجي بعديها كلمة ماسكولا فيها لو؟ الدو مع لو تتحول تبقى دو. طيب الدو لما يجي بعديها لي كلمة بلوريال جمع تتحول تبقى دي، لكن الدو لو جه بعديها لا مفيش مشاكل، دو لا جه بعديها الا ابوستروف تديني دو الا ابوستروف. طب نقرا كده مع بعض. لا بوست اي لوان دو ميزي، عاوز اقول البوسطه تكون بعيده عن المتحف. طب هنا البوسطه تكون كلمه بعيد عن بمعنى لوان دو، وكلمه المتحف كلمه ماسكولا تاخد لو، يبقى هنا الدو مع اللو اتحولت بقت دي. طيب عايز اقول المدرسة تكون بجانب المحلات. لكل اي اكوتي يعني بجانب كلمة اكوتي دو دي كده لحد هنا بمعنى بجانب. طب يعني المحلات لي مجازة كلمة جمع. طب الدو لو جه بعديها ليه تتحول تبقى دي. لكل اي اكوتي دو مجازة، المدرسة تكون بجانب المحلات. طيب ايه اللي يحصل لما الدو يجي بعديها لا او الى بوستروف؟ ما يحصلش اي حاجة عادي خالص. لو ليسي اي بري دو لا بوست، عايز اقول المدرسة الثانوي تكون قريبة من البوستة. طب يعني ايه كلمة قريب من بري دو؟ ويعني ايه البوستة لا بوست؟ الدو لما يجي بعديها لا مفيش مشاكل. طيب لا جار الوان دو ليكول، محطة القطار تكون بعيدة عن المدرسة. يعني ايه بعيدة عن؟ لوان دو، والمدرسة يعني لكل الى بوستروف. الدو لما يجي بعديها الى بوستروف مفيش مشاكل. طيب ما فواتور اي اغوش دون بانك، سيارتي تكون على شمال بنك. طبعا هنا أداة النكرة مفيش أي مشاكل، الدو بقت دو أبوستروف لأن هنا الأداة أولها حرف فويل. لو ليسي إي بري دو ما ميزون، هنا بقى نقطة مهمة جدا وقلناها مع بعض، عايز أقول المدرسة الثانوي تكون قريبة من منزلي. طب هو أنا هقول قريبة من منزلي ولا قريبة من المنزلي؟ طبعا طالما في ملكية يبقى مفيش ألف ولام. طب هي كلمة قريب من يعني إيه؟ بري دو، هل محتاج ألف ولام؟ لا، لأن أنت هتقول المدرسة تكون قريبة من منزلي، يبقى أنا عايز قريب من يبقى بري دو. طيب نحل على الكلام ده. دلوقتي يا جماعة احلاق الإجابات هتبقى من خلال الرؤية أو الصورة اللي احنا شايفينها. يعني مثلا في أول صورة احنا شايفين ان العربية
فين بالنسبة للجسر أو بالنسبة للكوبري؟ فوق الكوبري. فهنقول الكلام ده في أول واحدة، يبقى la voiture est نقطة le pont. le pont الجسر أو الكوبري، هنا طبعا فوق، وكلمة فوق يعني إيه؟ sur. طيب الصورة التانية، إحنا شايفين إن السيارة تكون فين بالنسبة للكوبري في الصورة التانية؟ أهي تحت الكوبري. يبقى هقول la voiture est sous le pont، تحت الكوبري. طب في الصورة التالتة، السيارة تكون إيه بالنسبة للأوتوبيس؟ طبعا زي ما إحنا شايفين هنا السيارة أمام، يبقى la voiture est devant le bus. طب في الصورة الرابعة، السيارة تكون إيه بالنسبة للأوتوبيس؟ خلف الأوتوبيس، يبقى la voiture est derrière le bus. طب في الصورة الخامسة، السيارة تكون إيه بالنسبة للسكوتير، يعني الفيسبتين الموتوسيكلين، يعني السيارة تكون طبعا بينهم أهي، يبقى la voiture est entre les deux scooters. طيب الصورة رقم ستة، السيارة تكون إيه بالنسبة للشجرة؟ أهي زي ما احنا شايفين هنا السيارة تكون إيه بالنسبة للشجرة؟ طبعا بجانب الشجرة، يبقى la voiture est à côté de l'arbre. طب في الصورة رقم سبعة، السيارة الحمراء تكون إيه بالنسبة للسيارة البرتقاني؟ بالنسبة الصورة فيها إيه؟ الصورة رقم سبعة لو رحنا لها، يبقى la voiture rouge est نقط la voiture orange، في ولا أمام ولا خلف ولا على شمال؟ طبعا على شمال مش خلف، على شمالها أهي. يبقى la voiture rouge بالنسبة لنا إحنا est à gauche de la voiture orange. طب في الصورة رقم 8، السيارة الحمراء تكون إيه بالنسبة للسيارة البرتقاني؟ طبعا على يمين، ده بالنسبة لنا إحنا هو زي ما إحنا شايفين، يبقى la voiture rouge est à droite de la voiture orange. السلام عليكم.